السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك: الأهلي المصري ومصر والقاهرة 18 جنيه و89 قرش للشراء، 18 جنيه و95 قرش للبيع. أما الدولار في البنك التجاري الدولي مصر سجل نحو 18.91 شراء، 18.97 بيع. أما السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري للدولار 18.87 شراء، 18.98 للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع 18.88 شراء، 18.98 بيع. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا.